مساء الخير واهلا وسهلا بكل اهلاويه. بدايه حلقه جديده السادسه، تحياتي ليكم. والبدايه مع كاس العالم تحت شعار لا جديد يذكر، كله من جوه المنهج، مفيش حاجه جت من بره المنهج، وانتهى زمن المفاجآت والمغامرات. نتائج منطقيه، نتائج متوقعه لماتشات دور ال 16. طبيعي جدا ان هولندا تتاهل لمواجهه الارجنتين، والبرازيل لمواجهه كرواتيا، وفرنسا لمواجهه انجلترا. وتبقى المباراتين الاخيرتين النهارده طبعا، عندنا كل التمنيات طبعا لاشقائنا اسود الاطلسي المغاربه في مواجهه الماتادور الاسباني منتخب اسبانيا، وعندنا طبعا المباراه هتكون الاخيره مباراه البرتغال في مواجهه سويسرا. المنطقي والمتوقع لو هنمشي على نفس يعني نفس الطريقه، يبقى اسبانيا في مواجهه البرتغال في المباراة الأخيرة في دور الثمانية، نتمناها المغرب في مواجهة البرتغال، هكذا نتمناها. والحقيقة بعد شوط أول أعتقد أن المغرب قريب، مش بعيد قوي، الفوارق مش باينة قوي في الملعب، وكاد المنتخب المغربي أنه يسجل هدف تقدم في نهاية الشوط الأول، لكن يعني هنخليها رعونة التعامل مع فرصة مؤكدة منعت المنتخب المغربي من التقدم في مواجهه المنتخب الاسباني. لكن في النهايه مباراه 50-50 من الشوط الاول، او رايت للشوط الاول، مباراه تحتمل اي نتيجه، سواء فوز المنتخب الاسباني، وده منطقي وطبيعي عشان ما حدش يزعل، وقلوبنا كلها برضو بالمناسبه مره تانية مع المنتخب المغربي، او عمل المنتخب المغربي، هتكون المفاجاه الوحيده في دور ال 16 تفوق المنتخب المغربي على المنتخب الاسباني، وخصوصا وده الحلو في الموضوع انه هيبقى بعد كده هيواجه المنتخب البرتغالي اللي بشوفه يعني اضعف حلقه في المنتخبات اللي تاهلت، اضعف من المنتخب الارجنتيني اكيد، اضعف من المنتخب البرازيلي، اضعف من انجلترا، اضعف من فرنسا، فبالتالي فرص المغرب هتكون كبيره جدا انها توصل للمربع الذهبي او للدور قبل النهائي. هنقرا مع حضراتكم مواجهات دور الثمانيه، خصوصا ان كلهم ينطبق عليهم فكره انها ماتشات او مباريات نهائي مبكر. هولندا في الارجنتين، برازيل في كرواتيا، انجلترا في فرنسا، اسبانيا او المغرب في مواجهه البرتغال، اعتقد انها كلها ماتشات تليق بمباراه نهائي كاس عالم. لكن هنشوف الكره رايحه بينا لفين، والنهارده طبعا لازم بالتاكيد نعدي على نادي الاهلي ونطمن على اللمسات الاخيره لفريق الكوره اللي بكره ان شاء الله باذن الله عنده مواجهه مهمه جدا وصعبه جدا في نفس الوقت لمواجهه غزل المحله ان شاء الله في تمام الخامس.